ورقة واحدة هتخلي دهون بطنك تنزل وانتي في سابع نومة، هتخلي بطنك فلات من اول استخدام، مهما كان كرشك عنيد ومهما كان وزنك فوق 100 كيلو، هتنزل الدهون بجنون، هتسد عندك الشهية، هتحرق دهونك وسكرياتك وهتخلي بطنك تبقى فلات. ورقة سريعة للمفعول لإزالة دهون الكرش والجوانب وكمان الأرداف من اول استخدام وتحدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. ان شاء الله النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا. طبعا انا وصفات التخسيس بقالي فتره طويله جدا ما بعملهاش غير يعني قليل قوي، بس انا عملت الوصفه دي سريعا جدا علشان ثلاث متابعات كلموني عايزين حاجه سريعه، ومنهم واحده حبيبه قلبي فاضلها اسبوع وفرحها قرب وعايزه بطنها تنزل عشان في فستان عاجبها قوي ومشكلتها في الكرش. عايزه اقول لك بطنك دي هتبقى فلات وبطنك هتنزل وكمان هتغذي جسمك قوي وهتحرق الدهون والسكريات اللي انت بتاكليها. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي جرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بصوا بقى حبايب قلبي الغاليين، انا معايا هنا الورقات السحريه دي، سعرها رخيص وانا مش عايزه منها غير ورقتين او ثلاثه فقط، يعني بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده كده انا مش عايزه غير كام ورقه، حوالي 3 ورقات من الاوراق دي، ودي بتجيبيها من السوق عادي جدا ومتوفره، او 3 4 ورقات منها، وهي اوراق الخس. اوراق الخس طبعا، اوراق الخس من الحاجات الفعاله جدا جدا في تخسيس البطن، بس ليها طريقه فعاله في ازاله الدهون بشكل سريع جدا، كمان من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق في منطقه البطن، خاصه لو عملتيها بنفس الطريقه اللي انا هقول لك عليها. هنبدا نجيب 4 ورقات كده من اوراق الخس، تمام، وهنبدا ان احنا نقطعهم لقطع كده، يعني على قد ما تقدري كده قطعيهم قطع صغيره بالسكينه بالشكل ده. عايزه اقول لك الاوراق دي من الحاجات الفعاله قوي، كمان الخلطه او الطريقه اللي انت هتعمليها بيها هتخلي الدهون تنزل مهما كانت عنيده. هنبدا نحط اوراق الخس معايا كده في اي طبق كبير او اي حل عندك، وهتبداي تحطيها بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا اخد حبيتين من الليمون، ويكونوا حبيتين بالحجم ده، يعني يكونوا متوسطين، لا كبار قوي ولا صغيرين قوي، ولو عندك الليمون اكبر من كده ممكن تحطي ليمونة واحدة. انا محتاجة في الليمونتين دول ان احنا نغسلهم كويس جدا بشوية مية دافية مع سنة من الخل، وهنغسل الليمون وهو مقفول كده وهندعك فيه كويس جدا، وبعدين ننشفه او نصفيه وبعدين هنبدأ نستخدمه. هبدأ اخد حبة الليمونة بتاعتي دي وهبدأ ان انا اقطعها، كل حبة هتتقطع لقسمين بالشكل ده. طبعا انا حبيت اخد القشور مع البذر والليمون لانه قشور الليمون نفسه هو اللي بيعلي كمان الحرق في منطقة البطن، كمان من الحاجات الفعالة في تدويب الدهون عن طريق الاخراج. وهبدأ اقطعهم كده على الخص بتاعي بالشكل ده. بعد حبايب قلبي ما قطعناهم بالشكل ده مع بعض، هنبدأ ان احنا نحط عليهم معلقة صغيرة من الكمون، الكمون المطحون. عايزه اقول لك كمان الوصفه ديت للناس اللي عندها مشاكل في القولون او دايما بطنها منفوخه بسبب القولون. عايزه اقول لك ان الكمون لما هيتضاف هيعالج لك ده. وهنبدا نضيف، ادي 1 2، هناخد كوبايتين بالحجم ده كده، كوبايه الميه العاديه خالص على المكونات بتاعتي. هتبداي بقى تاخدي المكونات بتاعتك دي، اوراق الخس مع الكمون والليمون، وهتبداي ان انت تاخديها على النار تغلي لمده 2 3 كده على النار لحد ما تحسي كده ان هم خدوا ايه، 2 3 كده على النار. بعد ما ياخدوا 2 3 كده على النار هتبداي تقفلي النار. يفضل ان انت تعملي حركه حلوه قوي، ان انت وهم بيغلوا هتوطي النار وتغطي عليهم وتسيبيهم 2 على نار هاديه علشان ينزلوا كل الفوائد اللي فيهم، وفي نفس الوقت الميه بتاعتك ما تنشفش. وهوريكي برضو شكلها يبقى عامل ازاي.
زي ما انتم شايفين حبايبي الغاليين، ادي المية بتاعتي غالت اهي، وكل المكونات بتاعتي تقريبا خدت كل الفوائد ونزلت كل الفوائد اللي فيها. طبعا زي ما انتم شايفين المية بتاعتي ما نقصتش غير حاجة بسيطة جدا جدا. ليه؟ لان انا وطيت النار وكنت مغطياها فخدت وقتها واستوت معايا تماما. هبدأ ان انا اجيب اي طبعا انا محتاجة منك كوباية او بولة تكون كبيرة شوية او كوباية كبيرة شوية عشان تقدري تصفي فيها المكونات. هنبدأ نصفي بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نصفي كل المية بتاعتي بالشكل ده، وهقولك هتستخدميها ازاي. هنبدأ نصفيها كويس جدا. خدت قد ايه؟ خدت الكوبايتين من المية. ليه؟ لان انا عندي هنا الخاص بينزل مية، لما بتيجي تبدأي ان انت تغليه بيبدأ ينزل معاكي مية. تمام؟ بقيت المية السحرية بتاعتي جاهزة دلوقتي. عايزه بقى، عايزاكي بقى تركزي في الحته دي. انا محتاجه منك حبيبه قلبي ان انت تجيبي اي غطا وتبداي ان انت تغطي فيه بعد ما هتصفيها مباشره. هنبدا ان احنا نغطي بيه الميه بتاعتي او المشروب بتاعي، وهيتساب متغطي لمده ما تقلش عن 5 دقائق، لان كل زيوت الطياره ما تروحش، ونبدا ان احنا ما نستفادش بالوصفه. تمام؟ يعني بعد ما هتصفيها هتبدأي تغطيها بالشكل ده وتستني 5 دقايق وبعدين تبدأي تستخدميها. هنبدأ نستخدمها ازاي؟ ده اللي انا هقولهولك. بصوا، بعد ال5 دقايق ما هتعدي شايفين، ولازم وانتي بتغليها على النار لازم برضو تكوني مغطياها، يعني سواء وانتي بتغليها على النار تكوني مغطياها، وبعد ما هتنزل من على النار هنبدأ برضو نغطيها عشان شايفين البخار ده ما يطلعش كل زيوت الطيارة اللي في المكونات بتاعتي. بعد ما هنبدا ان احنا نسيبها 5 دقايق، ونبدا نسيبها لحد ما تبرد 5 دقايق كده وتبقى دافيه ونغطيها، هنبدا نستخدمها. طيب هنستخدمها ازاي؟ ركزوا معايا بقى كويس قوي. في بنات عايزه تخسس بطنها بس ومش عايزه باقي جسمها يخس، تمام، وهي راضيه عن باقي جسمها بس عايزه بطنها بس اللي تنزل. وفي بعض برضو من النساء او الرجال، على فكره الوصفه دي يعني عشان انا بتكلم مش خاصه النساء بس، لا بيبقى تنفع كمان للرجال، تمام، سواء راجل او ست. وفي ناس عايزه تخسس جسمها كله مع البطن، يعني عايزه البطن تنزل بس عايزه برضو تخس كل بطنها وجسمها يخس. طيب هقول طريقه استخدام الوصفه دي لو عايزه بطنك بس اللي تنزل، وهقول برضو طريقه استخدامك للوصفه دي لو عايزه جسمك كله ينزل وبطنك معاها. تمام؟ الوصفه دي لو عايزه بطنك بس اللي تنزل ومش عايزه جسمك كله اللي ينزل، هتشربي المشروب ده مره واحده بس في اليوم على الريق قبل ما تاكلي بنص ساعه. تمام؟ وفي الوقت اللي احنا بنشرب فيه المشروب ده ممنوع بقى السكريات وممنوع الدهون، احنا مش عايزين ناخد حاجه نخسس بيها بطننا وفي نفس الوقت ناكل حاجات دسمه قوي في الوقت اللي احنا بنشرب فيه. طيب لو انا عايزه اخسس جسمي كله مع البطن، يبقى المشروب ده هنشربه 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم. المشروب ده كميته كبيره، لو للبطن فقط هيتشرب كله مره واحده بس في اليوم. لو هنخسس بطننا كله هنعمل المشروب ده على مرتين، يعني هنزود بدل ما بنحط يعني بنضاعف الكميه اللي احنا عملناها لمرتين، يعني اضعاف، يعني 4 كوبايات، وبنعمل منها زي كده في دورق كده ونحطها ونبدا نشرب منها 3 مرات في اليوم على مدار اليوم قبل ما ناكل بنص ساعه. دي بقى هتخسس الجسم كله مع البطن وهتسد الشهيه وهتحرق الدهون. لو عايزين البطن فقط يبقى تتشرب مره واحده بس في اليوم الكوب ده كله كده على الريق على فترات، يعني مش هنشربه كله مره واحده، نشرب ونستنى مثلا 5 دقايق او 10 دقايق ونكمل. تمام؟ جربوها حلوه جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.